بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه خاصه لقناه المهريه من اعماق قلبي. والله قناه دائما تحب تقدم او تقدر الفن اليمني بشكل كبير وتقدر الفنانين بشكل اوسع. احب كبير وخاص لهم. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل من اشترك وشاهد وتابع البرامج او المسلسلات الدراميه بشكل عام. هذا السنه ان شاء الله ان كنا وصلنا للهدف او للرساله الرئيسيه للمتابعين بشكل خاص. ايضا اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون قد المسؤوليه وقدمنا شيء جميل للمواطن اليمني او المجتمع العربي بشكل عام. حب كبير لكم، تحياتي لكم من اعماق قلبي. الله يسعدكم ويوفقكم، وان شاء الله لنا لقاءات قادمه باذن الله في السنوات القادمه. تحياتي لكم.